كان داير بالقلب وشوية ماء في الريه، وبعد ما هذاك اسمه بالزيرة نحينا الماء اللي في القلب، تنفس القلب ولا يدق بالبيت وتنفست الريه الحمد لله. جماعة جاي إن شاء الله يعطيونا المدير الجديد إن شاء الله، وإن شاء الله نحبوا منها كان حاجة الباهي أبو السكرتير ترجع للمرأة بقعدها إن شاء الله، وعلى الأقل على الأقل على الأقل بقسم ما إحناش متاع الثالث متاع الرابع مش هذاك وشدوا الرجال صح. الجماهير المحيط خرقني شنو تحب تقول؟ نحبهم جمهور واحد، نحب معنا جمهور واحد كيما كان يتخرقنا برضه جمهور نادي وحيد قرن. نحب نقول المكرم يا مكرم رحنا معاك، رحنا واقفين معاك ونشدوا يدك، وإن شاء الله ترجع لنا المدارس كما كنت قبل وخير من قبل. أي إنسان يعني مش يشد نادي محيط قرقنا احنا رحنا معاه وراه نعاونوه بالكلمة الطيبة بالدعم المادي والأدبي. إن شاء الله نرجعوا كما كنا في القسم الثاني، وإن شاء الله لما لا القسم الأول في قرقنا اليوم رضنا بشيلو خليك يبدأ واحد إنسان قريب من نادي محيط قرقنا، ونجم نقوله مشجع رقم واحد والمشجعين الأول لنادي محيط قرقنا. إن شاء الله ربي يشفيه. مكرم ماهوش مستحق حاجة كبيرة، مستحق كلمة طيبة من عند العباد اللي تعرفوا. ماك تعرف الكوتي بسيكشيك في المرض من أهم الحاجات، فهمت؟ كلمة باهية تهز المورال، كلمة باهية تشفي، وربي يفرج عليه إن شاء الله ويرجعنا لايات العباء والمدارس. مكرم ما أنت عنده ولا برك اللي هو نادي محيط قرقنا، إن شاء الله أتمنوا له الشفاء العاجل، إن شاء الله يرجع خير من قبل وأقوى من قبل، وربي يشفيه إن شاء الله.